السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدات في هذا الفيديو جديد اللي غادي يكون ان شاء الله كيف ولفتم معايا على العروض اللي غادي تكون جديده عند بيم. فهاد العروض ان شاء الله غادي تكون وطنيه كتعني هي انها غادي تكون في المغرب كامل، ماشي في جهه معينه كيف ولفتو جهويه وطنيه. فالجهويه كيف قلنا هي كتكون في جهه معينه، وطنيه كتكون في المغرب كامل، يعني اي بيم قريب لكم فغادي تكون في هاد العروض ان شاء الله بلا ما تحتاجوا تسولوا علاش من بلاصه بالضبط. كيف قلنا غادي يكونوا في جميع محلات بيم المغرب. فهاد العروض هادي متنوعه، خليكم معايا حتى الاخر باش تكتشفوها. وما ننساش نشكركم دائما على التعاليق والاراء ديالكم اللي كيزيدوا يشجعونا باش نعطيو ما احسن ان شاء الله. فاول هاد العروض فكاين معانا عروض لي خاصه بالجيمر. فهاد الكاسك كيف كتشوفوا فهذا راه كاسك برو جيمر. المميزات ديالو ما نحتاجوش نذكرها بزاف، كيف كتشوفوا هنايا كاسك كيبان صحيح، الميكرو ديالو راه تيكون مزيان، وحتى بالنسبه للسماعه ديالو فراه مزيانين. هذا راه ماشي بلوتوث، هذا راه كيخدم بالكابلي باش ما يمشيوش الناس غالطين. الكابل ديالو تيكون طويل. وبالنسبه للثمن ديال هذا راه داير 120 درهم، يعني 2400 ريال. كيف قلنا فراه هذا كاسك برو جيمر. الصوره ديالو هنايا واضحه احسن، كاين ايضا معانا هذا الكلافي هي ديال الخاصه بالالعاب الاحترافيه، حتى هي ديال الجيمر. فهاد الكلافي هادي الكاركاس ديالها صحيح، لي بوطون ديالها باينين بحال هاد الشكل هذا، وفيها دي ليد اللي كيفرقوا لكم هنايا كيف كتشوفوا البلاصه ديال الارقام على البلاصه ديال الحروف، فكتجي مديكوري على هاد الشكل. بالنسبه للثمن ديالها حتى هي راه نفس الثمن، 120 درهم، يعني 2400 ريال. كاين ايضا هاد السوري، هاد السوري تاهي ديال الجيمر. فالكابل ديالها كابل صحيح، ماشي بحال السوريات العاديين، و حتى الثمن ديالها راه دارو ليها ثمن مزيان اللي هو 50 درهم. فكيف كتعرفوا راه كاينين سوريات اللي عاديا تقدر طيح حتى الراس ولا هذا، فالثمن ديالهم كتلقاهم دايرين اصلا 50 درهم، 40 كاين 55، فهادي دارو لها غير 50 درهم. فالثمن ثمن زوين، الصوره ديالها هنا واضحه احسن. من بعد غادي نمشي نشوفوا باقي معانا عروض اخرى. فكاين هذا العرض ديال مكبر الصوت، حتى هو خاص بالالعاب الالكترونيه الاحترافيه، هوت بارلور جيمر. كيف كتشوفوا هنايا هما كيجيو هادو بجوج، هادو حتى هما راه ماشي بالبلوتوث، هادو راه بالكابلي. بالنسبه لهاد البوطون ديالو هي ملي كنزيدو كنقصو الصوت. الثمن ديال هذا حتى هو راه داير 120 درهم، يعني 2400 ريال. وبالنسبه ليهم هما راه ماشي كبار بزاف، فهادو راه غير مايان اولا نقدروا نقولوا صغار على حساب الديمونسيون اللي عاطين من هنايا. كيف قلنا الثمن ديالو داير 120 درهم. من بعد كاين معانا هاد الحقيبه ديال الدار اولا ساكادو، شكاره باللغه ديالنا، فكيجيو في هاد اللوينات هادو. بالنسبه للديمونسيون ديالها فيها 40 على 23 سنتيم، فهادي ما غاديش تكون كبيره بزاف. اما بالنسبه للثمن ديالها فراه خلاوها ب 35 درهم، يعني 700 ريال، وهادي راه مصابه من البوليستير. الصوره ديالها هنا واضحه احسن. كاين ايضا هاد الميكروفون كاريوكي لاسلكي، يعني سون فيل. هاد الميكروفون هذا كيف قلنا دابا سون فيل، كيخدم بالبلوتوث، كيتكونيكتا مع البيسيات اولا التليفونات اولا لي طابليت بالبلوتوث، كيخدم مع الاندرويد ومع السيستيم ديال اليو اس. فبالنسبه ليه هو فيه واحد البلاصه ديال اليو اس بي اللي تقدروا ديروا نتوما ديك اليو اس بي الا بغيتي ديروا شي اونغوجيسترومون فوكال، وفيه البلاصه ايضا ديال فين تقدروا مثلا ديروا فيه
اليوز بي ديروا فيها مثلا بحال هكا اللي فيه شي ميديا قران او لا موسيقى او لا على حسب لو شو ديالكم تخدموها فيه، فكيخدم بحال الهوت بارلور، فيه حتى الكونترولور الميكسور وفيه لي زيفي حتى هما ديال الصوت. دونك هذا ميكروفون فيه بزاف ديال الوظائف، الثمن ديالو داير 100 درهم يعني 2000 ريال. من بعد كاينين معانا عاوتاني هاد لي ميني هوت بارلور، يعني مكبرات الصوت بحجم صغير، هادو راهم كيخدمو حتى هما بالبلوتوث، عندهم واحد الباتري اللي كتشد تقريبا 3 ديال السوايع ديال الخدمة. بالنسبة للثمن ديالهم تاهما راه دايرين 120 درهم يعني 2400 ريال. فكيف شتو الغالبية ديال هاد لي زاخشي اللي كاينين اليوم دايرين 2400. الصورة ديال هادو هي واضحة هنا احسن. كاين ايضا هاد ديستريبيتور ديال الصافون اولا ديال المعقم، سواء يكون جيل او لا يكون سائل، كيف قلنا يا اما ليكيد يا اما على شكل جيل. فهاد ديستريبيتور هذا كيف كتشوفوا ما تحتاجوش تضغطوا عليه باش تخرجوا داك الصابون او هذا او المعقم. فهذا فيه ديكابتور اللي مثلا تدوز انت يدك من التحت فكيخرج لك داك الشيء اوتوماتيكمون بلا ما تحتاجوا كيف قلنا تضغطوا عليه، لانه كيخدم بربعه ديال الحجرات. وبالنسبه لهذا راه ديال الكيوي، وبيمر ما تعطيش الحجر ديالو معاه، فراه كاش بين بما الحجر نو انكلي يعني خصكم تشريوه. ولا بغيتي تاخذوا الحجر ويخدم لكم بزاف فما عليكم الا بدراسيل، هي الحجر اللي كيصبر بزاف. فبالنسبه للثمن ديال هذا راه ديال 100 درهم، كيف قلنا هذا راه ديال الكيوي وكيخدم صونفي، يعني ما غاديش تقدروا تضغطوا عليه بلا ما تركبوا له في كابل حتى شي حاجه، غير غادي ديروا فيه الحجرات ديالو. الصوره ديالو هنا واضحه احسن. من بعد كاينين معانا هاد جوج بينوارات خاصين بالكبار، ماشي ديال الدراري الصغار، هادو الناس الكبار لي زادولت. فكيف كتشوفوا كاينين لوينات ديال الرجال وكاينين ديال العيالات. بالنسبة لهاد البينوارات هادو راه لا ماتير مناش مصاوبين 100% قطن، فيهم جوج ديال الجيوبة، كيجي معاهم الحزام ديالهم ديال الصمتة. بالنسبة لي طاي اللي كاينين فكاين الاس وكاين الميديوم وكاين اللارج والاكس لارج، وكاين ايضا دوبل اكس يعني دوبل اكس لارج. فبالنسبة للثمن ديالهم راه دايرين 220 درهم يعني 4400 ريال. الصورة ديالهم هنا واضحة أحسن. فبالنسبة للعروض كيف شتو فراه عروض كانت متميزة وزوينة بزاف. فكيف قلنا بالنسبة للعروض اللي شتو هي تقريبا خاصة بصحاب الجيمر كيف شتو هنا في الصورة. عاد كاينين هاد العروض هادي اللي فيها الميكروفون كاريوكي سون فيل، وكاين ايضا مكبرات ديال الصوت اللي هي على جات بواحد الحجم صغير، كاين ساكادو، كاين ديستريبيتور ديال الصابون ليكيد او لا المعقم، وكاين ايضا البينوارات. فبالنسبه لهاد العروض هادي راه غادي تكون ان شاء الله نهار 30 اكتوبر يعني الجمعه الجايه 30 اكتوبر كيف قلنا، وغادي تكون في المغرب كامل. نتوما كتشوفوا العروض كاملة، فمن بعد غادي نمشي نشوفوا كاينين معانا هاد العروض اللي كتكون نهار الثلاث يعني من بعد الجمعة الجاية 3 شهر 11، غادي يكونوا هاد العروض اللي خاصة بهادشي ديال البيسكوي. فكيف كتشوفوا كل حاجة والثمن ديالها، والثمن عندكم واضح ما نحتاجوش باش نشرحوه بزاف، انا غادي نحاول ندوزو بالزربه باش ما نشدش لكم الوقت ديالكم. فكيف كتشوفوا عروض متنوعه وكثيره، تنتمنى نكون توفقت باش نوصل لكم المعلومه كما يجب، وكنزيد ناكد على الناس اللي مجربين شي حاجه يعطيونا الاراء ديالهم.
وكنرحب بالناس الجدد اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالنا، فمرحبا بكم كاملين. ما تنساوش تفعلوا الجرس حتى ديما غادي يكون جديد ان شاء الله. وبالنسبه الى ما جاو شي عروض جهويه، فانا راه غادي نحاول نشارككم معكم ان شاء الله في هذا الويكاند هذه، فكونوا دائما في الموعد. هذا هو الاخر ديال الفيديو ديالنا اليوم. تبارك الله عليكم.